من أعالي بيوت الله عاش الأردن ويا أخو الشاهد البزقا ياش لن نسمح لأحد أن يركب على ظهر قصة معاذ وأن يحاول إيذاء هذا البلد الذي ترعرع وتربى معاذ فيه إن شاء الله. معاذ الكساسبه. اتصل قائد سلاح الجو بأن زملائه الآن قد وصلوا من الرقة وأنهم سيأتون إليكم إلى عيلي وبشروكم أنهم بدأوا بأخذ الثأر، لم يأخذوا الثأر، وجلالة الملك أمر بإعدام هؤلاء الإرهابيون ساجد الرشاوي وزياد الكربولي وغيرهم، هم لا يساووا شسعة نعلي معاذ، وأن جلالة الملك سيأخذ الثأر ولن يضيع دم معاذ هدر. شهيد معاذ الكساسبه مش بس شهيد اهل الكساسبه، شهيد كل الاردن، واحنا معه واقفين ومع اهله للابد. لو طريقه الاعدام كانت بغير هذه الطريقه قد وجدنا انقسام. لا احد يخفي ان 25% من الاردنيين في تصويت هم يتعاطفون مع داعش.